مشاهدي قناة التاسعة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الأخيرة من برنامج الرئيس. هذا البرنامج اللي خصصناه للمترشحين للانتخابات الرئاسية 2019. ضيفنا الأخير هذه المرة قبل ساعات من الانتخابات هو المترشح عدد 16 السيد يوسف الشاهر. سيد يوسف شاهد، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا، أنت المترشح عدد 16، عجبك ساعة العدد 16؟ عنده حاجة معنى في حياتك؟ خاطر اللي يجينا يقول يفسر. لا بس جاء ذاك قبلناه وكو. واضح. اليوم سيد يوسف شاهد نستضيفوك بريسك باش تكون آخر استضافة ليك قبل نهار الأحد اليوم الحاسم، يوم الانتخابات. ما نعرفش، ستريسي، ما ترقدش بالقدا، نتصور عندك رهان نهار لحد، رهان شخصي، حلم شخصي، وأيضا رهان وطني. لا مانيش لا ستريسي، لا أنا أولا مستانس. 3 سنين اللي عديناهم كان يعلموك حاجة، يعلموك لونديرونس معناها. ولكن طبعا رهان مهم لتونس والتونسيين، وأنا ديما قلت معناها أنه فما مخاوف، ما نقولوش لا، فما تيارات شعبوية أعتقد ما تصلحش بالبلاد، فما معناها طيارات ربما الستاتيكو، ما فماش تغيير، ما فماش الرجة اللي تنتظرها التوانسة. دونك فما مخاوف، فما تشتت للصف الديمقراطي. أنا كل يوم دعيت في الصباح، قلت يا اللي تبعوا الصف ذا ما تبدأوش تضربوا في بعضكم، لأنه يمكن استحقوا لبعضنا في الدور الثاني. والهدف أنه يكون فما واحد ممثل على الصف ذا على الأقل يوم 15 سبتمبر في الليل. واضح. حالتك النفسية ومعنوياتك مرتفعة قبل ساعات من التصويت ومن الانتخابات. مرتفعة، تعرفش علاش؟ بحاجتين. أنا أعتقد خدمت بلادي بكل ما أوتيت من قوة بصدق، معناها وذاك دوري. اثنين، مرتفعة لأني جاي من دورة، دورت 24 ولاية، عملت أكثر من 3500 كيلومتر، شفت التوانسة، عطاوني بوكو دينيرجي. واضح. يوسف شاهد، أنت تو رئيس حكومة بصلاحيات واسعة. اللي يلفت انتباهي في ترشحك للرئاسة أنك تحب تولي رئيس جمهورية بصلاحيات أقل. علاش واحد يكون رئيس حكومة قوي عنده صلاحيات تخول له نفوذ كبير يقوم يترشح المنصب رئيس الجمهورية اللي اليوم ولا معناها أقل نفوذ وأقل صلاحيات؟ أنا مانيش موافق الفكرة هذه. الشخص اللي عنده رؤية وعنده مشروع وعنده حلم بالحق لتونس ينجم ينفذه من أي موقع كان. أنا في التجربة متاع 3 سنين أعتقد طورت الفكرة هذه والحلم، وشفت المشاكل وعلاش الحلول هذه ما نجمناش نحطوها في بعض الحالات إلى آخره. وأنا ضد فكرة أنه رئيس جمهورية، هذه الصورة موجودة نمطية شوية، يطلع الكارتاج كأنه باش يقعد في بيرو في منصب راني فوق الربوة ومتومة تلاقوا بالباقي الكل. هذه ماهوش رؤيتي رئيس جمهورية. أنا معناها عمري 43 سنة اليوم، نرى العمل هذا السياسي حتى من منصب رئيس الجمهورية يكون قريب للشعب ويهبط للميدان ويمشي ويسمع الناس ويسمع مشاكلهم ويقترح حلول ويكون في تواصل مع الحكومة. أما هذه الصورة متاع الحكومة في خانة، هو رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس الشعب يخدموا مع بعضهم ويجعلنا نخرج من المشاكل متاع البلاد. قبل ما نتعديه للركن الأول باش نختموا الدردشة هذه بالرئيس حكومة، أنت رئيس الحكومة الأكثر بقاء في منصبه بعد الثورة، قعدت 3 سنين في السلطة. يعني كيفاش باش تحقق بصلاحيات محدودة رئيس الجمهورية ما لم تحققه بصلاحيات واسعة كرئيس حكومة؟ يقول القائل معناتها أنت كانت عندك صلاحيات كبيرة وسلطات كبيرة. هو صحيح، ولكن احنا اش عملنا تو؟ احنا شخصنا المشاكل اللي ما خلتناش نقدمه. الشيء اللي عانينا منه واحنا في 3 سنين هذوما، اللي مش ما خلاش يوسف الشاهد يقدم، ما خلاش تونس في بعض الحالات، القوانين القديمه والعقليات والتصرفات وكل المكبلات اللي موجوده في الدوره في الدوله. وانا زاد رئيس حزب، وذاك علاش انشانا حزب. اليوم اللي يقول لك ماشي الكارتاج وبشي غير الاشياء وما عندوش حزب وكتله برلمانيه ما ينجمش. هذه طبيعه المنظومه. توافقها تعجبك ما تعجبكش حاجه اخرى، ولكن هذيك المنظومة السياسية اللي عندنا اليوم. شكون هذا الناس؟ واحد ماشي الكارتاج باش يولي رهينة متاع الكتل البرلمانية اللي في ما ينجمش. ولكن هذاك علاش احنا أسسنا حزب، وإن شاء الله يكون النتيجة باهية في الانتخابات التشريعية. الأمور مربوطة ببعضها. فأنا أعتقد أنه الإصلاح ممكن اليوم في تونس إذا نشخصه حقيقة وما نضيعوش الوقت، لأنه الناس مثلا تقول بدل الدستور،
يبدل الدستور حبل 3 سنين نقاشات والناس تحكي لاخره. احنا نحبوا نمشيوا بما ينفع التوانسه، ما ينفعهم في حياتهم اليوميه، البطاله المتقاعدين، الناس اللي معناها في نقل الصحه التربيه، المواضيع المهمه. به سي يوسف، نحب نوضح حاجه في الحوار هذا، لانه انت ظهرت قبلي برشا، مشيت لبرشا برامج، حاوروك برشا زملاء، وتقريبا حكيت في كل شيء سياسيا اقتصاديا. الحصيله احنا اليوم في الحلقه هذه نحبوا نترك زاويه جديده ربما ما تركوا لهاش زملاء اخرين. يوسف شاهد الانسان الغامض اللي نشوفوا فيه رئيس حكومه صارم وديما جدي وديما كذا. اليوم في الحلقه هذه باش نحاولوا نكتشفوا زاد يوسف شاهد الانسان، نقربوه للناس لانه هذا مهم برشا حتى للناخب. ولكن قبل هذا عندنا ركن اسمه لوبجي، استنسوا به السادة المشاهدين، مع كل مترشح كل مترشح يجيب معه أوبجي عنده علاقة بالوجدان نتاعه، بأحلامه، بالحنين نتاعه، بذكرته. مش نكتشفه مع بعضنا. يوسف شاهد شنو جاب لنا كم أوبجي؟ أوبجي مع يوسف شاهد. يوسف باش تفاجئنا شنو هي الاوبجي اللي جبت؟ انا جبت اوبجي عادي. شنو هو الاوبجي؟ انا بنتي مغرومه بالتصوير، تعمل دي بتي ديسان. انا تقريبا عندي 10 ايام اللي غادرت المسكن نتاعي، مشيت في الجوله هذيا تقريبا البارح اول ليله بت في داري بعد بعد قداش؟ بعد تقريبا 10 او 12 يوم اللي مشينا درنا فيهم في الجنوب، والبارح روحت فلقيت عملت لي تصويره، خلت ديما تعمل لي تصويره وتخليها لي. هذه هي التصويره اللي جبتها معايا، وانا اكتشفت كيفكم اليوم معناها تصويره معناها نتاع هي صوره العائله نتاعها. تصويره هذه الرسم نتاع بنت، هي صوره العائله نتاعها هذه معناها انا هكا باش لاغب مانيش لاغب انت في اللوك تاع الرئيس. يمكن هذه هي وهذه امها، فلقيتها التصويره وهي كل مره تصور لي حاجه مغرومه ياسر بالتصوير. نهار اللي مشيت للليزي صبيت المطلب وفتنوا بها بعض الصحفيين، حطت لي تصويره، حطت لي قلب هكا في الملف نتاع الترشح. كي انا نقدم في الملف والصحافه كلها تصور في الواحد، جبت نرقه الواحده هذيك خبيتها انا باش ما، ولكن معناها فما شكون. وهذه ديما معاك تخلي لا هذه تصويرة اليوم. ما هي ديما كل ما فما حدث. اي فهمت. تو هي فاهمه شويه هكا صغيره عمرها 5 سنين. ولكن مثلا خرجت في الشارع شافتك اللي زافيش. قالت لي فما واحد سرق لك تصويرتك وعلقها في الشارع. ماهيش فاهمه شنو هو اللي صاير في البيت، ولكن 5 سنين مازلت ما تفهمش شويه في لا صغيره مغرومه بالتصوير. كل يوم تعمل لي هكا تصويره، وانا اعتدت اني نهزها فوقي تخليها هكا، وتو غدوه تعمل لي تصويره اخرى. واضح. وربما نهار لحد تفهم تعمل تصويره اخرى. واضح واضح. نرجعوا للحوار العادي. يوسف شاهد، فما صفحة في حياتك وفي مسيرتك السياسية ما نجموش نكزوا عليها، باش نبداو بها. صفحة مهمة جدا أعتقد هي صفحة المرحوم الباجي قايد سبسي، الشخص اللي ربما غير لك حياتك، ما نعرفش توافقني ولا، الشخص اللي بدل لك مسيرتك، الشخص اللي اختصر لك برشا مسافات في حياتك. اليوم خصومك ومنافسيك يصفوك بأنك غدرته، بأنك انكرت جميله، بأنك عضيت اليد اللي تمدت لك، هي يد الباجي قايد سبسي. يعني إلى أي مدى الكلام هذا صحيح؟ هل تشعر بالذنب إذا كنت فعلا أخطأت في حق الباجي قايد سبسي في لحظة اعتراف هكا وصراحة؟ شوف، إذا ثم ناس ما خانوش الباجي قايد سبسي هما أنا وغيرنا، ثم ناس أخرين اليوم الناس تتكلم. أنا الباجي قايد سبسي الله يرحمه أعطاني فرصة وحيدة فريدة من نوعها، ما جاتش لحتى شاب في تونس. ودايور أنا من البرامج متاعني الفرصه دي كنحولها للشباب الكل، لانهم هما شباب اخرين يرجعوا المصعد الاجتماعي وياخذوا فرصه في الدوله وفي تقلد مناصب. انا جاتني فرصه وحيده وانا مدين للرئيس الباجي قايد سبسي بهذا، وجولي توجور ايتي. ولكن اليوم هذه مساله التخوين، شنو الخلاف اللي صار مع الرئيس الباجي؟ انا خدمت الدوله، وهو كان يقول لا باتري افون لي بارتي، خدمت الدوله. خلاف صار في معناها مساله العائله، مساله ولده، أنا اعترضت لهذا، وراني خرجت كلمت في التلفزة ضد حافظ قايد سبسي. راني حاولت في 6 أشهر قبل في الكوليس حفاظا على معناها باش معناها حاولت أني نقنع الرئيس أنه يلزم يبعد ولده من الحكم، أنه يلزم يبعد ولده من السياسة. للأسف معناها
هذا اصل الخلاف مع المرحوم طبعا باجي قيس. شنو الخلاف؟ انا تعلمت يعني هذا يكفي باش توصل في الايام الاخيره الى حد القطيعه تقريبا في ايامه الاخيره. لا مش صحيح. شوف 20 مارس رئيس البيجي خرج في كارتاج قال ان شاء الله يرجع له شاهد العقل. رئيس البيجي راهو معناها ما يتكلمش هكاك سي با هذاك صار ومعناها مشاورات قبل. وانا نقول لك معناها هذايا اللي صار من 20 مارس رجعت في 6 افريل وقت اللي مشى المستير قال لهم ارفعوا التجميد على يوسف. قالوا عندي طلب واحد ارفعوا التجميد على يوسف الشاهد. وش قال الرئيس اللي انا عاود شفته الخطاب هذاك منذ مده قال لهم اليوم وقت اللي هو اعلن لي انه مش باش يترشح المره الجايه قال لهم يلزم نعطيه فرصه للشباب ويلزم اللي وقال انا سادعم الشباب. هذا في 6 ابريل ثم رجعت العلاقه ورجعت نشوفه ومشيت له في نهار العيد. رجعت بارده لا 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 وفيه سي البرود هذا حسوا به توانسه الكل. لا فما شويه صاروا خلافات في مساله الكهرباء شويه العلاقه لا في مساله ابنه صار التوتر كبير بالضبط. وانا اعتقد اني انحست للدوله. انا هذا انحست للدوله من هذيك هي وهذا هو اش علمني اني يكون رجل دوله. وسلبيجي كان يقدر الناس اللي عندها مواقف مش الناس اللي معناها تطبل وتبندر اللي تي كوم سا. دونك انا اعتقد انحست للدوله ولكن بيان سور معناها ما عنديش خلاف هكا. وسلبيجي كان ديما يقول ما فماش مواقف نهائيه. دونك انا رجعت من 20 مارس من بعد 6 ابريل من بعد في 7 جوان مشيت بحذايا نهار العيد في الحمامات قعدنا يكون ساعتين بحضور معناها شاهد عيان قعد معنا واتفقنا حكينا على الفتره القادمه كيفاش يراها واعطاني تصوره هو حتى كيفاش كان ممكن معناها متخوف على انتخابات 6 اكتوبر وتحدثنا كيفاش تنجم تكون وتحيا تونس. وسي البيجي في 6 ابريل اش قال؟ قال ارفع عليه التجميد واذا يحب هو يرجع للنداء يرجع واذا يحب يقعد في تحيا تونس يقعد ما ليسي له شوا. وقعدت في تحيا تونس ومشيت قابلته من بعد كرئيس تحيا تونس بعد ما معناها تم انتخابي في تحيا تونس. ما فماش ودينا نرتبوا للفتره المستقبليه للعائله هذه. كان عنده هاجس كيفاش باش يلم العائله الديمقراطيه هذه وقعدنا وتحدثنا للاسف معناها اللي تحدثنا فيه والتصورات المرض. أيوة ولكن المرض معناها ما خليناش البيجي قايد سبسي انت تقول ديما هو الاب الروحي نتاعك الاب الروحي ولكنه هو منحاز انت ابنه الروحي ولكن هو منحاز لابنه البيولوجي. سيلبيجي عنده كلمه كان يقولها هو سيلبيجي كان عنده طرافه كبيره وشخصيه معناها كاريزماتيه في العركه هذه على ابنه. انا كنت صريح معاه هذاك انا شو بوفي مي بيرميتر معناها كنت نجم نحكي معاه بالصراحه هذه خاطر انا اعتبر معناها يعتبرني ابنه. كي قلت له هذايا على مساله ابنه مره خرج لي هكا كلمه قال لي فماشي واحد ينجم ينحي خشمه من وجهه سيدي بيجي قال هكا قال لي ما ولكن حبي نحيك من رئاسه الحكومه حبي يعزلك من رئاسه الحكومه سيد يوسف الشاهد وعمل مجهوداتكم تحت ضغط ابنه تحت ضغط ابنه. وانا اعتقد اللي الرئيس كان يعرف اللي هذا ماهوش الحل الامثل لتونس. اي يعني ابنه كان يحكم فيه في وقت من الاوقات ولا يحكم فيه كان عنده تاثير في العائله كان عنده تاثير كبير طبعا. شنو هي اخر كلام قاله لك سي البيجي قايد سبسي قبل ما يتوفى جمله اخر جمله قالها لك؟ سي البيجي قال لي على الفترة القادمة كان عنده هاجس أنه باش نمشي ومش متوحدين كان فاهم اللي تحيا تونس ونداء تونس الحزاب كان متقلق ياسر من هذايا وهذا ستي الهاجس نتاعو. وكان ديما يقول لي أرقاو لي كومبرومي نيسيسير لي كومبرومي نيسيسير هذه قالها لي حتى وقت اللي معناها للفترة المستقبلية لازمكم تلقاو لي كومبرومي نيسيسير معناها التوافقات الأمثل باش تتوحدوا. وكان ثم التوافق أنه نتوحدوا بعد 6 اكتوبر انه في البرلمان الجاي ما نكونوش مشتتين باش معناها يصير التوازن باش ما معناها ما نعاودوش نرجعوا كما كنا في 2011 هذا هو الهجس نتاعو. وهذا قال لي حتى نهار اللي مشيت بحذاه في ما وصاكش على ابنه؟ لا لا ما وصاكش على ابنه لا. على عائلته ولا لا ما شو راهو معناها برشا حكايات وسير ما انا ما وصانيش لا انا اعتقد سي البيجي ما خلاش لا وصيه لي انا ولا لغيري انا هذا اعتقادي. هل كان ضد طموحك السياسي سي البيجي قايد السبسي؟ لا 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 هو جابني كيفاش يكون ضد طموحي السياسي؟ هو جابك ولكن في وقت من الاوقات حب ينحيك حب ينحيك حب ينحيني لخاطر دخلت اطراف ما بيناتنا شو حتى الناس برشا اطراف رفضوا حسن ولا العلاقه ولا يحب يحد من طموحك السياسي على خاطر دخلت ان ناس موجوده في القصر وتاثيرات حبت تخلق وحتى كيف رجعنا في 20 مارس وفي 6 ابريل وكل
كانوا يحذوا في الرئيس، فما اطراف باش يعمل خطاب ويهيئوا معناها يدفعوا فيه الى اشياء ما كانوش يحبوا الاستقرار هذايا. طبعا فما اطراف خدمت على هذايا، شعلت النار موجود. فما نهار يوسف شاهد، نهار كبير في تاريخ التوانسه، نهار مليان بالخوف، التوانسه الكل خافوا فيه. يمكن من اكثر الايامات في تاريخ تونس اللي خافوا فيها التوانسه وتنشر الخوف في البلاد كامله، هو ما يسمى بالخميس الاسود. انت رئيس حكومه، رئيس الجمهوريه في السبيطار، تخرج اشاعات على وفاته، عمليه ارهابيه بحدا شارع حبيب بورقيبه. كيفاش عشت النهار هذاك؟ فما كواليس ما نعرفوهاش لتو، ما فهمناهاش لتو. كيفاش عشت النهار هذاك؟ انا النهار هذاك 6:30 كنت في مكتبي في القصبه، وطبعا عندي علم انه حاله الرئيس معناها تقلق الرئيس. وعندي وبعد عندي علم اللي تم نقله للمستشفى العسكري، ولكن كنت نتابع في العمليات الارهابيه اللي صارت في شارل دوغول وغيرها. وفما حاجه الناس ناسينها ما يربطوهاش، المجموعه الارهابيه اللي قامت بالعمليات تاع شارل دوغول، صاروا واحد في شارل دوغول والاخر في الجورجاني تذكر، وفما باقي المجموعه كان في حاله فرار. وهذا ما تكلمناش عليه، احنا كنا تحت الضغط هذاك. المجموعه متكونه من تسعه في حاله فرار، اي تسعه من هذه مجموعه الصقري كانوا في حاله فرار، ومنهم واحد وقبضنا على كل خمسة هذوك، قعد واحد اللي هو تم القضاء عليه يوم الاثنين. فالسلطات الأمنية والعسكرية كان الهجز نتاعها كيفاش نكملوا نقضيه. طبعا احنا هذي طمنا الشعب وقلنا راهو الأمور، معناها ما قلناش هذي، معناها تم بعد نهار اثنين كي تم الإلقاء القبض عليه انتهى الدوسي. ولكن أنا كنا معناها في متابعة، في معناها تفتيش، نلوجوا على العناصر هذه الإرهابية، هذي معناها تركيز كبير. كيف صارت هذه هي المعلومه؟ للاسف خرج كومونيكي خاطئ من القصر، اللي هو معناها قال معناها الرئيس في حاله حرجه ولا حاجه من هكا هذا القبيل، اللي معناها لونجاج ديبلوماتيك، انا خليت العالم الكل يفزع. هذا هو، راه ما فماش ماشي اشاعه، هي كي تقرا الكومونيكي اللي خرج، كان الكومونيكي تي مالادروا، ما كانش في محله، اللي خرج من الرئاسه، اللي خرج من الرئاسه خلق حتى العالم كيف قراه خطأ اتصالي. أعتقد خطأ اتصالي، إن شاء الله على حسن نية، إن شاء الله. ينجم يكون عن سوء نية. كل شيء ممكن، كل شيء ممكن، لكن الخطأ. فما أطراف وقتها حبت شوف. حبت. أنا أعطيك معلومة. أي حبت خبر وفاة البيجي قايد سبسي تنشر. رئيس البيجي. خرج أعتقد الخبر خرج الحداش في الموزايك. رئيس البيجي مازال في ثنية للسبيطار. هو ديجا خرج الخبر. وهما سمعوا الخبر في الكهرباء. علاش خلقت اون بانيك؟ مازال حتى الطبيب نتاعو معناها ما شافوش في السبيطار في 27 جوان. فكي خلطت غاديكا، انا اول ما معناها شفت مشيت لقاعه العمليات في وزاره الداخليه وشفت الامور الى اخره، وبعدنا مشيت انتقلت للمستشفى نرقى معناها العائله في حاله هلع، يعني قراوا في الفيسبوك واحد قال توفى واحد، الناس كل بدات تنظر تنظر كما قلت، لانه خرجت معلومه راهو نحي حكيت لي شاعه. اي واحد يقرا البلاغ هذاك يقول الرئيس في حاله حرجه، شنو هو باش تفهم؟ فهمت للاسف. فانا غاديك جاتني هذيك الفكره مع عائلتي، قلت هاو انا معناها نستعمل انا كرئيس حكومه بوجودي هنا، عملت ستاتيو فيسبوك باش نطمن التوانسه. هي الستاتيو هذيك هي بصراحه هي اللي امتصت الخوف معناها اليوم، واتصلوا بينا رؤساء، انا اتصلوا بيا رؤساء دول اللي يستفسروا الى اخره. على بي انت قلت كلام مهم ولو قلته بالايحاءات، يعني فما اطراف معينه حبت الاشاعه نتاع، خرجت الاشاعه نتاع الرئيس قصدا، اشاعه موت الرئيس ممكن يس مقصود، ممكن يس. انا شنو القصد؟ القصد انه فما ينجم يكون فما عمليه نيه ادخال ارباك، الرئيس تعب، عمليات ارهابيه متزامنه. انا من ضد راهو تيوري دي كومبلو والمعنى انواع، ولكن اليوم انا نشوف هذاك الكومونيكي هذاك هو اللي شعل الدنيا، فهمني، هو اللي شعل الدنيا. من بعد معناها نسمع فما معناها اجتماعات صايره في قرطاج والرئيس، انا قعدت في السبيطار تقريبا 3 أو 4 ساعات لين معناها بدات تهدأ الامور، ومعناها تاكدنا انه الرئيس معناها يتلقى في لي سوان وامور ما. من بعد عاود رجعت للقصبه اللي وصلت متابعه العمليه العمليه. فما خيانه للرئيس؟ شوف فما خيانه صارت للرئيس؟ لا مش فما خيانه، فما معناها حرب أطراف رفضت يصير تصالح ما بيني أنا والرئيس، اللي هو بدأ في 20 مارس ثم تكرس في 6 أفريل وقت الرئيس قال لهم رجعوا يوسف الشاهد، وقال لهم معناها اليوم أنا مش مترشح. انتفعت الماكينة الكل اللي رفضت كل ما يصير تقارب، وصار لقاء مهم قلت في الحمامات
في قصر الرئيس في الحمامات، قعدنا ساعتين، فما أطراف سمعت بيه وما عجبوها، لأن اتفقت أنا والرئيس على المرحلة القادمة كيفاش باش تصير المرحلة ذي. وكان نعطيك أنا معلومة أخرى، الرئيس في 25 جويلية كان باش يعلن إعلانات باش يقولها، ولكن للأسف شنو الإعلانات؟ يعني في علاقة بالمرحلة القادمة اللي حكيت لك عليه، التخوف صفحة جديدة. لا مش حتى في علاقة بيانا، معناها في علاقة كان عندنا انتخابات في 6 أكتوبر أي. والرئيس كان وقتها باش يصدر الأمر متاع دعوة الناخبين أي. وصبر الآراء كان يشوف فيهم الرئيس مرة في مجلس الأمن القومي جبد صبر الآراء وقال كيفاش البلاد باش نسيبوها هكا، معناها الوضعية هذه، ولكن رفض يمضي على القانون الانتخابي اللي ربما يعدل الموقف هذاك اللي هو مش عاجب. هذاك من بعد هذا مازلنا في جوان، هذاك أنا نقول لك معناها التو ما نعرفوش شنو صار. وأنا الرئيس نعرفه بالكدا، اعتقد اكثر واحد عرف الرئيس في الخمس سنين، عملت انا حسبنا المره الاخرى عملت 119 لقاء مع الرئيس في الثلاث سنين الاخرانيه 119. الرئيس كان عنده هاجس وحيد، عدم خرق الدستور. عمره ما الرئيس البيجي يقبل، كان عنده معناه هاجس كبير انه ما يخرقش ما يمشش الدستور. ذكروا الحكومه الثالثه رفضها، قال ولكن الدستور يخول باش يعمل هكا، اما انا رفضها. قال وقت عمل لك الكونفرنس دو بريس، دونك الرئيس باش ما كان عنده خمس ايام باش يرجع القانون ويرجعوا البرلمان ويعرضوا الاستفتاء، علاش ما عملوش اذا هو رافض القانون؟ علاش؟ انا خاطر كان باش يمضي، ما كانش يحكم في روحه؟ هو كان عنده خمس ايام الاولانيين ومن بعد عنده اربع ايام باش يمضي، فاتوا الخمس ايام الاولانيين، في الاربع ايام الثانيين اللي هو عنده الحق يزمو يمضي، ما عندوش خيار اخر. انا تم دعوتي إلى لقاء مع الرئيس يوم الخميس تقريبا 18 ولا 19 جويلية 18 نهار الخميس، كان عندي موعد معه وكان نهار الجمعة آخر أجل باش يصدر في الرائد الرسمي القانون. الرئيس عيط لي باش نقابله، مش باش يقول لي راني لن أمضي ولا لا، باش يمضي القانون هذا. أنا هكا قناعتي. تم إلغاء اللقاء هذا في آخر دقيقة. شكون وراء هذا الكل يوسف الشيخ؟ وراء هذا الكل فما معناها فما عملية سياسية، أطراف عائلية ولا سياسية؟ موجود موجود موجود، صاروا معناها ربما فما شكون تحدث على صفقات، فما احنا ما دخلناش انا في هذا الكل. انا خدمت تونس بمعنى كل ما وديما بجلت مصلحة الدولة، أنا ما دخلتش في اللي كومبينا ذوما وأنا نقول معناها يلزم التوانسة يعرفوا الحقيقة نتاع اللي صار. أنك تلمح لولد الرئيس موجود في الصفقات هذه؟ موجود. حافظ قائد السبسي موجود، هو اللي هو ساهم في منع أبوه من أنه يصحح على القانون هذا؟ أعتقد لمصلحة طرف سياسي آخر؟ طبعا لمصلحة نبيل القروي نجم، يمكن اي طبعا صفقة صارت معناها في الكواليس واتفقوا على هذا. دونك سي البيجي قال في الوقت هذاك ضعيف ما ينجمش يحكم في روح. لا طبعا الرئيس كان مريض وكان معناها مريض، تعرف المشكلة اللي صارت زاد نهارتها اللي لم يتم امضاء العفو نتاع يخرجوا المساجين وصار احتقان صغير في السجون والعائلات تستنى اللي معناها باش يقع العفو عليه، ما تمش العفو هذاك تم بالتاخير. صحيح. ولكن علاقه سي البيجي الله يرحمه بنبيل القروي كانت قويه في الفتره ذيك؟ موجود كانت قويه موجود ما تحبش تجاوب برشا قاعده لما انا عندي أنا معلومات علاقة. انه يزوره كل يوم في الفتره هذيك موجود اي موجود عنده علاقه مع العائله الكل. فما سر ما نعرفش انت ما تحبش تقوله في العمليه ذيك نتاع عدم امضاء القانون وشنو صار في الساعات هذيك الحرجه زاده ما نعرفش. انا زاده شوف الساعات هذيك تبقى غامضه. انا اولا حتى بالنسبه لك انت اي لا انا نستغرب انه الرئيس ما صححش هذه معناها حاجه هني قلت لك لانه جاته اجيل باش يرفض القانون كان عنده اجيل وكان في صحه افضل. وتذكر وقت اللي سيد وزير الدفاع مشى قابله نهار اثنين شنو خرج قال؟ قال الرئيس في صحه جيده. علاش ما صحوش في الاربع الخمس ايام هذوما اللي كان نجم يرفضوا ثم علاش ما هذه تبقى لغز. اللغز الثاني ذكر خرجوا تصاور من مكتب الرئيس وكانهم دي كاميرا دو فيديو سيرفيون، هذيك انا نستغرب شكون خرج تصاور هذوما استغرب. هذا لغز راهو انا بيدي ما عنديش، ما يلزم التوانسه نهار من نهار. ثم مؤامره صارت على الرئيس؟ ما نقولش مؤامره صارت على الرئيس، الرئيس كان تعب ومعناها كان معناها تعب في الفتره الاخيره معناها استغلت حالته الصحية للغرض هذا. ممكن ممكن يعني أنا نحب نسألك ونسكروا الباب هذا نتاع حافظ قايد سبس ما نسكروش برشا مازال شوية لأنه شخصية محورية في 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 حولك. معناها علاش وصلتوا للدرجة هذه منين كنتوا أصحاب منين كان مساندك باش تكون رئيس حكومة؟ لا كان لا مش صحيح عمره ما صحيح. لا حافظ قايد السبسي ساند الله يرحمه سليم شكر للأمانة
واضح. حسين سليم شاكر. ما ساندكش من الاول في التعيين. وعلاش وعلاش؟ ساند سليم شاكر وهزوا وقتها للشيخ راشد كنت تتذكر. وقتها. قدموا للشيخ راشد وطلب الدعم. ذكرها الحكايه هذيك على كل ما ساندنيش انا. ولكن حافظ قايد السبسي حب يحطوا رئيس حكومه على قد يديهم. من ماريونات هذا ايش في بالهم؟ العائله تقصد ولا؟ لا لا ما العائله ما نقول حافظ قايد السبسي في باله باش يحط واحد وسمي المعتمدين وسمي العمد وسمي مدير الاستعلامات سمي. لا كان هذا رفضته مش كان الحافظ رفضته الناس كل انا العركه اللي صارت لي معناها مع العديد من الاطراف المؤثره في الساحه حول حكايه التعيينات هذه يجي يقول لك انا نعمل نسمي مدير الاستعلامات شكون باش معناها يا خويا مدير الاستعلامات مدير الاستعلامات اي طبعا اللي هو ادق اللي هما لازم يخدموا الدوله ما عندهمش باش يخدموا انا معناها برشا اطراف دخلت معها في خصوم على الشيء هذا استانسوا منذ مده وكأنه معناها الكعكة هذه تتقسم بالطريقة هذه فأنا هنا وقفت وقلت لا الناس هذوما تخدم في الدولة ما تخدمش في الأشخاص ورفضت التمشي هذايا وشوية بشوية كل ما نرفض أنا كل ما العركة تزيد العدوانية تزيد العدوانية ويقع معناها إخراجها بطريقة أخرى مع معناها ولكن سيد يوسف الشاهد فما معلومة عندي ما نعرفش نجم تأكدها أو تكذبها هل صحيح أنه بداية خلافك مع حافظ قايد سبسي هو أنه اتصل بك هاتفيا وهددك وسمعك كلام وسمحني في الكلمه سب الكبوك ما نعرفش اذا 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 غلط فما واحد ما سبوش سب الكبوك سب الناس كله يا اخي سب الكبوك في التليفون وانت رئيس حكومه ليش سب الناس شوف بالله هذا معناها غريبه والله راه تعطي فيه في قيمه اكثر هذه تجاوز ناس يعرف قايد سبسي خرجت بشرة لخصت العمليه والله لا كان عندي بها حتى اتصال ليش شكون معناتها معناها تتصل برئيس الحكومه وتسب له بوه ولا تسب لا من جوغاج انا معناها خلاف نتاعي مش على شخصي انا اخي سبوني 5000 واحد مش هذا خلاف الشخصي على الدوله خلاف اللي صار على الدوله على معناها انه مش خاطرك ربحت الانتخابات شنو على الدولة؟ بالكش على المناصب على الغنائم على مناطق النفوذ انت وين تتصارعوا؟ شوف هو رئيس زوج اطراف انت تحب مناطق نفوذ كاملة ويحب جزء وتتعاركوا على القسم لا 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 القسم مش هذا رئيس حزب عندك معناها تو بو اسبيري دي شوز كرئيس حزب اما رئيس الحكومة هو اللي يعين في المناصب العليا هذا موجود بامر حكومي شنو هما المناصب العليا وشكون يعين فيهم؟ مش هكاك نجيو الدولة نقسموها غنيمة هذا رفضته انا وهذا يتسبب لي في المشاكل علاش يقال دائما يوسف شاهد انه كمال الطيف هذا الاسم اللي تردد برشا في الوسط السياسي انه كمال الطيف يحارب فيك ويقود في منظومه كامله ضدك ويدعم في منافس احد منافسيك شنو علاقتك بالرجل هذا لو كنت تكون صريح وتحكي لنا على علاقتك بالرجل هذا الراجل هذا ماهوش نمبورت كيف في السياسه هو انسان يلقبوه بأنه صانع الرؤساء بأنه عنده نفوذ كبير بأنه عنده منظومة داخل الدولة شنو علاقتك بكمال طيف؟ حتى علاقة أنا السيد هذايا نسمع به كيف الناس كل لا نهار ريته ولا نهار كلمته في التليفون واللي عنده ما يثبت غير هذا يجي عمري ما ريته ولا كلمته ما وهذا من الأشياء نفس الشيء هذايا عنده منظومة يتوقع اني انا باش نقبل معناها اني نعين له جماعه في الداخليه ولا هذه رفضته هذا إيه لسه ثم علاقه هو طلب منك لا حاجه قلت لك لانهار كلمته في التليفون ولا قابلته ولا ريت كيفاش عرفت اللي هو يحب تعين له ناس يا اخي لي زانفلونس كما قلت يا اخي التاثيرات نتاعو ماهيش ظاهره ماني نعرف انا نشم هذا منين جاي وهذا منين جاي نعرف رئيس حكومه عنده المعطيات عنده ناس يخدموا معاك ولا في الدوله ولا في اجهزه في اجهزه الدوله شوف هذه صانعي الرؤساء عهد ولا وانتهى يجاوبني اليوم الرؤساء تصنعهم بالصندوق الديمقراطي مش يصنعهم فلان ولا فلتان هو ولا غيره راهو انا قلت لك ما نعرفوش السيد هذا عمري لا ريته مي نعرف فلان عنده فما حاجه اسمها لوبي في اي دوله طبعا فما لوبي يا اخي انا الحرب الكل اللي عملتها ضد شنو ضد اللوبيات هذوما اللي هو ونقول لك حاجه اسهل حاجه كنت نجم نعملها اذا نحب نقعد نتمسك بالسلطه نتعامل مع اللوبيات هذه شنو هي في تعيين ولا زوز ولا ثلاثه اربع تعيينات وانا رايض وهذا اش عملوا الناس كل انا رفضت قلت اللي يشد مناصب حساسه من الديوانه يلزم يخدم الدوله ما عندوش ولاء الاشخاص زيد او عمر دونك هذا رفضته وتمسكت به وهذا اللي جاب لي المشاكل الكل نفس الشيء معناها اليوم هذه الدوله ماهيش غنيمه الدوله فيها نواميس والناس اللي تخدمها لازم تخدم الدوله ما تخدمش الاشخاص واضح يوسف الشاهد به نبعدوا شويه على السياسه قبل ما نرجعوا يوسف الشاهد يكاد لا يعرف الناس شيئا عن حياته الخاصه حياتك الخاصة غامضة مسكر الباب لقدام ما عندك 3 سنين تحكم يمكن من السياسيين القلائل اللي ما نعرفوش عليهم حاجة كبيرة على حياتهم الخاصة هل أنت بو ناجح وزوج ناجح مثلا والله لازم تسألهم هما أنا مقصر معهم شو تحس روح لا مقصر معهم
الله غالب دخلتهم في العمل هذه متاع السياسة. يعني عائلتي بنتي كما قلت ما تشوفنيش بما فيه الكفاية، هي طورت منظومة روح مخر العمل. الناس تتخيل رئيس حكومة مناصب سي فيني، رئيس حكومة يخدم من 6:30 ل7 يروح 10 ل11 تاع الليل كان مش أكثر. هي طورت منظومة وليت مسكينة ما ترقدش لما نروح ترقد مخر، معناها أنه يرقد أكثر. ولكن طورنا علاقة كبيرة مثلا في الفترة هذه، أعتقد أني قصرت معهم، وأنا ديما معناها لأني معناها ما تنجمش تعيش عيشة عادية رئيس حكومة، معناها ما تنجمش تخرج، ما عندكش معاش، عندك عيشة معاش، عندك مقصر كأب وكزوج إن شاء الله، معناها نتلافى هذا في الفترات القادمة. هل زوجتك اللي ما يعرفوهاش الناس بالقدا، هل زوجتك جاهزة لدور السيدة الأولى وتريد هذا الدور؟ لأنه التوانسة معقدين برشا من زوجات الرؤساء في تاريخهم الكل للأسف. أنا بدي معقد من زوجات الرؤساء وبالتالي زوجتي ما بش يكون عندها حتى عمل سياسي، وهذا حطيتها في البرنامج متاعي، قلت أتعاهد بأنه عائلتي ما تدخلش في العمل السياسي، يزي كما قلت العقدة اللي صاروا لنا من تدخل العائلة في الشأن السياسي هذا يزمو ينتهي. شابق أنا زوجتي معناها عندها عمل إنساني تعمل فيه منذ 10 سنين. شو عمل إنساني خوف رو حتى ليلى بن علي كانت تعمل في عمل إنساني. أنا أتأكد لك أنه زوجتي مش باش تدخل، زوجتي بالله نعطيك، زوجتي ما تحبش العمل السياسي ذي خاطر تعرف اللي احنا أنا جيت من عائلة مستورة، لاني غني برشا ولاني فقير برشا الحمد لله يا ربي. تعتبر من عائلة برجوازية؟ لا أنا بابا موظف في بنك وأمي تقري في الجامعة، أناش عائلة معناها ولكن مستورين الحمد لله يا ربي. معناها تمتعنا بالمصعد الاجتماعي للدولة التونسية، هو اللي خلاني ناخذ بورس ونقرا برا. المصعد الاجتماعي في فترة من الفترات ولا صاروخ؟ ما عادش مصعد اجتماعي، طلعت رئيس حكومة وأنت في الأربعينات من عمرك، ماهوش أي شاب تحصل له تو نحكيو عليها هذيا شوية. لا معناها قلت فبالتالي زوجتك ماهيش ياسر ملهوفة على دور السيدة الأولى، ماهيش باش تكون السيدة الأولى الكلاسيكية. زوجتي نهار اللي تم تعييني كتب دولة للصيد البحري، قالت لي ارفض المنصب هذا. قالت لك ارفض واليوم واليوم تشجع فيك؟ ارفض لانه ما هي عندها من عائله سياسيه زاده ومعناها من ساكن تو نجي نحكي عائله معناها، ولكن قالت لي ارفض لانه سيت ان ميليو مسخ والسياسه معناها فيها مشاكل. وقالت لي معناها، ولكن انا وقتها حكيتها هي الانكدوت، سي البيجي وقتها كنت ماشي باش نرفض بالمناسبه، كنت ماشي لسي الحبيب السيد يذكره بالخير باش نقول له راني رافض المنصب. أنا قدام دار الضيافة 5 دقائق كلمت الرئيس باش نقول له اللي باش نرفض. يا أخي سيلبيجي قال لي إلفو با روفوزي، تو دوا أكسبتي، خلاني غادي وعلق علي التليفون. غير لك حياتك غير لي في برشا في برشا ملي كنت داخل ملي كنت داخل باش باش نرفض وليت قبلت، روحت لداري زوجتي في بالها رفضت، طلعت قبلت وتطورت الحياة. الرجل الذي غير حياتك عدة مرات في عدة مفاصل معي. صحيح وأنا مدين له بذلك. زوجتك ما تشارككش بعض الاقتراحات، بعض الأفكار، بعض الاستشارات، بعض النصائح في السياسة وفي القرارات؟ بالكل معناها زوجة لا 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 تقليدية تروح للدار تحط لك الفطور وتتحكي معك الفن والراب؟ لا 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 تبع ما نقول. شوف هذا اليوم راهو العائلات، مش كان عائلتي، العائلات متاع السياسيين الكل تعيش في ظروف صعبة ياسر. معناها ظروف صعبة، مرت رئيس الحكومة تعيش في ظروف صعبة؟ لا هو علاش؟ لأنه يا أخي مستحيل كي يسبوا ويشتموا رئيس حكومة ويشتموا عائلته زاد، ما مرتي تشوف وبنتي تشوف وأمي تشوف. أي هذيك التكاليف كيقولوا كي يخرج نائب يقول باش نضربوه بالرصاص، هذيك التكاليف لابد منها مقابل حاجات أخرين باهيين. بالله شنو يعني عائلة رئيس الحكومة؟ شو راهو الناس ما عادش راهو اليوم المناصب السياسية في البلاد هذه، أنا نأكد لكم كان باش نكملوا في السياسة نتاع السب والشتم والله العادش تلقاه وزراء. هاك عامل مشارك في سباق ومتحمس وحاطط طاقتك الكل من الاشياء. انا نحب نغير ليتيك بوليتيك، الثقافه نتاع الحياه السياسيه الى مورا لازم تتغير. باش نكملوا هكا اليوم اللي يشد وزير حياته يحطوا له في الفيسبوك هاو اتهموه بالسرقه هاو عملوا، شكون باش نلقاه في المناصب هذيك الثمن هذيك الثمن هذا وشنو هو الاجور اللي تقضاو فيها؟ بالك شي اجور معناها كبيره ولا بذخ كبير انت تو نجيو للاجر نتاعك، خاطر الاجر نتاعك معروف يعني رئيس الحكومه ياخذ في 6000 دينار مدخولك الوحيد هذيك الشهريه. مش 6000 دينار قداش؟ لا ناخذ 4600. يوصلوا لك 4600 ولكن بغيت 6000. تو كان تمشي في القطاع 4600 4600 في الشهر كان تمشي شنو؟ معناها اليوم تشوف شي يخلصوا، علاش نقول لك على الوزراء اللي ما عادش باش يقبلوا القطاع والوزراء ياخذوا كيك اقل شويه. يعني رئيس الحكومه ياخذ بريسك قد لوزين
أكيد أي. مش مكفيتك شهرية سيوس؟ لا الحمد لله ربي، أنا مش جاي، أنا ما مجوفيش الشهرية. مدخولك الوحيد هي شهريتك؟ كاو بالقانون كاو. أي أنا ركزت. ولكن معناها كرئيس حكومة راهو يجي يقول لك، أنا حكيت لك اليوم راهو رئيس حكومة تونسية يمكن أقل واحد يخلص في أي في نظراو. أعطيك أن أنيكدوت. أي. مرة رئيس حكومة بتاع دولة كبيرة سألني. سمي هنا الدولة. إيطاليا. إيطاليا. قال لي قديش تخلصوا؟ أبون؟ أي. عملت الكونفيرسيون باليورو لقاها 1500 يورو كي بضحك هكا معناها 1500 يورو سميق هو ببري عندك تخلص سميق تاع ايطاليا سياسه طريق الى الثروه ولات في تونس سيد يوسف شاهين ولات طريق الى الثروه نشوفوا في دي ملياردير انت رئيس حكومه نشوفوا في اقل شوف. مسؤولين اقل منك برشا دي ملياردير دي مليونير بارتو انا كان فما حاجه فخور بها خويا يقولوا فشل وبيلون مش باهي اما خرجت يدي نظاف ما خذيت حتى فرنك من الدوله وانا الحمله نتاعي علاش معناها فوضت صلاحياتي باش ما يقولوش عمل الحمله على موارد الدوله ومالغري سا يقولوا فيها معناها قلت لك انت قلت معناها صرحت لنا لاول مره بشنو عندك فلوس بالضبط ولكن حملتك فيها برشا بذخ فيها برشا مصروف فيها برشا ابهار فيها برشا فلوس لا مش صحيح فيها فلوس قد السقف الانتخابي اللي عملته ليزي واحسن ضامن هذاك هي ليزي هذا ليزي ولكن فما رجال اعمال قاعدين يدعموا فيك موجود برشا رجال موجود. اعمال متحمسين فما الدعم راهو الدعم 12000 دينار بالقانون شو هذاك القانون ناكد لك اكثر حمله يتبعوا فيها مش كان ليزي جاونا دي فونداسيون من برا واي واتش قال باش نتبعوا مرحبا بهم يتبعوا هذي دورهم واحنا نحييهم على دورهم هذوما اكثر معناها اكثر حمله يذولي يتبعوا فيها وراهو خرق السقف الانتخابي جريمه خطيره معناها مش باش نلعبوا بها احنا باش نجيو مي با شنو مالا احنا عملنا زوز اجتماعات كبار سوسه وصفاقس ماناش الاخرين كلهم اجتماعات ما كانوش معناها حتى في تونس معناها اليوم انتهى الحمله ما عملناش اجتماع معناها كبير سيد يوسف شاهد وقت اللي عينوك رئيس حكومه شكون الشخص اللي تمنيته حاضر وقتها بجنبك والدي الله يرحمه الله يرحمه تمنيت والدك يكون بجنبك علاش شو تقول له شو تحب تقول له وقتها حبيت تقول له والدي علمني برشا حاجات تعلمت عليه والدي كان ليتيرير يقرا برشا يقرا بطريقه كبيره ياسر كل يوم يقرا كتاب من تونس ومن الخارج ويكتب برشا ولكنه ما نشرش برشا كان عنده معناها ديما يقول لك تيز اونتي تيز سنتيز علمنا شويه اولا ثقافه الاعتدال وعلمنا ثقافه القرايه معناها انا كنت صغير كنت جيلول انا جيت ماجور دو بروموسيون اهم شيء بالنسبه لي انه نهار اللي معناها النتائج يبدا قاعد في الصفه الاولى نتاع تسليم النتائج والباقي الكل يعطيني كل الحريات مش تحب يحضر في لي مومون تاع نجاح هذيك سي لو بلوز امبورط لو مومون اهم مومون عنده انه نهار النتيجه نكون الاول دونك تمنيته وقتها بجنبك تمنيته بجنبي تقول له شنو لانه هي معناها تمنيته بجنبي باش يعاونني وينصحني نشوف ساعات اليوم مثلا نبدا نكتب في خطابات كان عنده برشا افكار تريز اوريجينال كان كتب هو معناها يكتب الناس اخرين زاد كتاب مثلا انا جبت الكتاب اللي كتبته كتبه بابا معناها هو مغروم بالكتيبه يكتب ياسر كان عنده برشا افكار وكان عنده برشا افكار اوريجينال كان ينجم يعاونني وكان ينجم يقف معايا في خطابات في تصورات افتقدته هي يوسف شاهد صعودك كشاب افتقدته معناها مشى بطريقه سريعه معناها كنت انا كاتب دوله للصيد البحري ومعناها مشى ومن بعد تعينت وزير ومن بعد خرجت رئيس حكومه معناها ما لقيتش حتى الوقت باش نقعد مع عائلتي بما فيه الكفايه الفتره هذيك الله يرحمه الله يرحمه يوسف شاهد صعودك كان سريع ومباغت كشاب هل تشعر انك شاب تونسي محظوظ والا مسنود بالاكتاف والا جدير بما وصلت له لانه فما شكون يقول انه مزهار انت شاب مزهار برشا يعني في الاربعينات تلقى روحك رئيس حكومه وفما شكون يقول انه مسنود انت بالاكتاف لانه لو كان مش القدر ما حطش في طريقك رجل اسمه الباجي قايد سبسي ما توصلش للي وصلت له شنو رايك؟ لا انا جاني حظ ما نقولش لا معناها انا جاني حظ وجاتني فرصه معناها وحيده من حبي انا دوري اليوم ما نحبش تكون فريده ليوسف الشاهد يلزم نعممها للشباب الكل يلزم الشاب زاد يرى روحه انه ممكن يتقلب تولم يعني اي يلزم معناها نفتحوا افاق انا اليوم الفرصه هذية وانا اعتقد المهاجمه اللي صاير عليا كما قلتها هي سي ان كونفليت جينيراسيون فما معناها صراع اجيال لانه انا جايهم شوف سي البيجي عمل عمليه كبيره ياسر
سي البيجي اللي في التسعين، احنا الكلاس بوليتيك الكلها في الخمسة وستين حاجة كمنا. جي عمل انبون نجز مشي اختار واحد عمره 39 40 سنة. الفكرة شنية سي بور دريني الناس الكل اللي ما بين 25 و 40 اللي هما أغلبية المجتمع التونسي، فهجمت علي الأسياف. عندي رأي آخر. يمكن يمكن. أنا مراش المواصفات هذه، أنا رأى أنه سي البيجي اختار يوسف شاهد كان في باله اختار إنسان مطيع، إنسان باش يكون معناها وزير أول مش رئيس حكومة، الله يرحمه سي البيجي، ولكن هذه حقيقة للتاريخ. ما نعرفش توافقني ولا، ولكن من بعد ظهرت وكأنك تمردت عليه وخذيت استقلاليتك وحبيت تحقق ذاتك وتقويت عليه وما نجمش يسيطر عليه كما كان يظن، وهذا اللي أدى أنه كان يحب ينحيك. هذه الحقيقة. نتذكر في الأشهر أنت ما تحبش تقولها. في الأشهر الأولى نتذكر مليح كانوا يلوموا عليا، يقولوا لي شبيك كل شيء تستشير سي البيجي. خرجت برشا مرات قلت لهم عندي الفخر والشرف أني استشير شخص عنده 70 سنة سياسة وخبرة وتاريخ. من بعد قالوا لي لا هذا يتمرد على سي البيجي، تيما ديما هكا كيما هذيا. قالوا لي كلهم حبوني نستقيل من رئيس الحكومه باش نعمل حمله. وقت اللي فوضت قالوا لا حقوش فوض، تفويض غير دستوري. كيما هذيك قال نتاع المرزوقي، كان تصبي تندبي وكان تصحي تندبي. واضح. ماكش تجيب لنا ضيوف اخرين؟ ضيوف اخرين؟ ماك مستانس تجيبك في البلاتو؟ لا هذاك في وحش الشاشه. تو فما شكون يتفرج، تو فما شكون يتفرج فيها الحلقه هذه؟ الحلقه هذه اكيد تونس كامله تتفرج فيها. تصورش تو نشوف، ما تصورش مذيع شاب وضيف شاب ما يتفرجوش فينا التوانسه، خاصه الشباب. تصور التوانسه الكل يتفرجوا تو. لو لو كان ما تفوزش بالرئاسه اليوم، بعد 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 سويعات، عندك رهان كبير، حلم اخر شخصي، وعندك رهان اخر في حياتك، وعندك تحدي اخر وامتحان اخر. لو كان ما تفوزش بالرئاسه يوسف شاهد، شنو تنوي ان تفعل؟ باش نواصل اذا انهزمت، اذا خسرت باش نواصل، باش نواصل، باش نواصل الحرب اللي بديناها، لاني اعتقد سي ان كومبا جوست، حرب صحيحه هذيك لمصلحه تونس، وباش نواصلها من اي موقع كان. نجم نكون رئيس حزب، نجم نكون يوسف شاهد مواطن، نجم نمشي للمجتمع المدني. انا عمري 44 سنه، جو بونس كو مانيش مزروب قال الاخر، ما انا مانيش متسرع. زدت عام من قبيل لتوا، زدت عام. لا انا باش نعمل، نقول لك علاش باش نعمل 44 يوم 18 سبتمبر، كل ربع ساعه الجمعه الجايه باش نعمل نهار ثلاثة نهار الاربعاء. تو عمري 43 باش نعمل 44 نهار الاربعاء. اوكي نهار الاربعاء 18 سبتمبر بعد الانتخابات. بعد الانتخابات فمعناها عيد ميلادك نهار الاربعاء ان شاء الله. باش تهدي روحك الرئاسه زعما ولا ما؟ لا انا ان توكا باش نواصل، باش نكمل اللي بديناه هذا. نجم نكون في اي موقع، نجم نكون في المعارضه، نجم نخدم بلادي، نجم نرجع بعد 10 سنين مانيش. ولكن يوسف شاهد خايف من نهار الاحد؟ خايف شويه على تونس، خايف على تونس، خايف على تونس، ما تتجاوز يوسف الشاهد، خايف على تونس، لأنه الصف الديمقراطي ماشي مشتت، الناس ماهيش فاهمة الأولويات، الحملات المنافسة نتاع نفس الصف تضرب في أنا، وقلت لهم يا ولدي راكم غالطين، راكم كي تهجموا على يوسف الشاهد ماهوش هو العدو السياسي نتاعكم، عندكم أعداء سياسيين أخرين يخوفوا، الشعبوية والمقرونة، وهذوما هما اللي معناها ينجموا يخوفوا على البلاد، مش يوسف الشاهد معناها. دونك أنا دعيت الحملات نتاع اللي هما ركزوا كل شيء 12 يوم هم يضربوا في يوسف الشاهد، يا ودي شنو مصلحتكم كي تضربوا يوسف الشاهد؟ انت ما وبالك شنو تستحقوا لنا في الدوزيام تور؟ لانك في الحكومه، لانك في السلطه، وساهل باش تضرب واحد في السلطه. عنده اخطاء، ما هذا شويه يلزم شويه مخ وشويه واحد نخمه قبل. في نفس الوقت انت عندك عليهم معناها سبق، وقت اللي تبدا في السلطه مترشح رئاسي في السلطه ديما عنده سبق على المترشحين الاخرين. سبق في معرفه من مصلحتهم انهم يضربوك يوسف الشاهد، يستقبل اللعب. اذا سبق في معرفه دواليب الدوله، هذه لمصلحه تونس. سبق حتى في الليماج عند الناس، رئيس حكومه مباشر. هذا انا نقبله احنا ديما عندك الاسبقيه. وعندك زاده تحفظ اللي ما تجاوبش به في على السب والشتم واللي صار الكل بواجب التحفظ، انا ما جاوبتش. وهذا ربما يغلط حقني جاوبت. شفناك في كرتاج تغني في غنيه راب تردد فيها بون كلمتين هما. يا اخي معناتها فما شكون قال اكت تاع كوم جيست باش تستقطب الشباب والا فريمون مغروم بالاغاني الراب؟ لا لا فريمون مغروم، مغروم مش اغاني الراب. اي مغروم ذوق رئيس الحكومه هكا. انا شاب الراب طلع وقت اللي انا كنت صغير معناها. كبير على الراب. لا كيفاش كبير على الراب؟ الراب طلع قداش عنده 40 سنه ما تتخيل يشتغل على الراب ولا بدايه الراب وقتاش؟ الراب وقتاش بدا يطلع؟ توا 15 سنه تقريبا، 15 20 سنه. وقت اللي انا كنت عمري معناها 20 سنه
وقتها الراب بدا يطلع. وقتها الراب في تونس توا عنده 5 سنين، توا ازدهر، ازدهر في عهدك خاصة. انا ازدهر. مشيت للحفله هذيك يا اخي خاطر اكسبري، وكنت ماشي الحفله نتاع وقتها جات شتاء في كارتاج، يظهر في 28 اوت بعد وخروها. شنو اغنيتك المفضله في الراب؟ شكون المغني المفضل نتاعك؟ شو اللي يعجبك؟ ثم اغاني تنتقد فيك في الراب، معناها ضد السلطه، ضد التيار، ديما الراب، ضد الحاكم، ديما الراب ناقم على الحاكم، ناقم على كيف يعبر على شعور نتاع شباب في حاله معينه. تو حاليا حاليا نسمع في يا عالم، يا عالم ايش فيك؟ اي برشا اسرار تعجبك؟ برشا اسرار حلوه. شنو هي ايش لقيت فيه؟ برشا اسرار، حتى انا عندي برشا اسرار. غني هنا. لا 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 حتى لا كلمة مزيك. يا عالم النغم كيفاش تتقال؟ يا عالم. يا عالم. ولكن شو معناها هو هو الشاب هذايا طور برشا، والله نسمع قبل ما يتعرف هو ما يعرفش لو ما نعرفوش. سمارة، سمارة فما سمارة وعلاء وفما حد اخرين، فما بلتي وفما تبع فيه سمارة بالذات، تبع فيه تبع فيه منزل بورقيبة المدينة بنتك. ليه مغروم بالراب بالرسم؟ شوف راهو ما تحقرش، راهو الشباب الكل يسمع. لا لا ما نحقرش بالعكس، حتى انا يعجبني. لا اي سيتي معناها انا نتبع الراب، انا فرجيل انا وياك، يعجبني الراب ونتبع زاده بلتي ونتبع نسمعهم، نسمعهم مش كان هذا. ولكن الراب يعبر على حالة جيل، يعبر عن حالة جيل معين. والراب بدا في الجيل نتاعنا احنا، بدا في الجيل نتاعنا احنا، بدا معناها توا كيما قلت 15 20 سنه كان كبرنا معاه. الراب اون توكا يكره الحاكم، ذي حاجه معروفه، ويسب الحاكم وماذا به يعمل تمرد على الحاكم. وانت حاكم معناها بالعباره الشعبيه تاع تونس، ينجم ياطر الشباب وينجم يعرف ذكر لا يعبر على الغضب نتاعهم، فن احتجاجي. احنا في نذكر في حمله 2014 ختمنا الحمله بكافون، اي كنت نتذكر حوماني نعرف. السيد يوسف شاهد، انت في السلطه 3 سنين، المده هذه ربما تكفي باش واحد يعشق السلطه وسحر السلطة والغواية اللي في السلطة، وربما يدمنها لأن السلطة حاجة ساحرة برشا وتغر البشر وتغلطه في روحه وتخليه ما عادش يحب يغادرها، يولي عنده نزعة التشبث بالسلطة. ما أدمنتش السلطة؟ ما عادش اليوم ما يظهر عليك أعراض الإدمان على السلطة، خصومك يقولوا فيه ركبوا لي كل شيء. أنا اللي كان ما نتكلمش كنت واحد. أنا مرة فما واحد تلمو قالوا له يوسف الشاهد نهضاوي وتذكرك الحكايه يتوقع بشرقه، معناها ما حكيت معاه هكا شافني بيت معناها. قلت له راهو كنا توانسه كيف معناها، تلمو ركبوا لي صور مفبركه في كل شيء. اليوم السلطه باش نجاوب على سؤالك ما عادش سي بلو ان كونفور، وراس خويا انتهى، تقعد ديما سلطه، يقعد ديما نفوذ وجاه. شوف لو ريتم دو في، شوف ولو في الصومال، شوف معناها عملك اليومي، الساعات اللي تخدمهم، شوف حياتك العائلية، ما عادش تنجم تخرج قهوة في القهوة، ما عادش تنجم تعملها، تمشي ما عادش تنجم تمشي. هذا شو يا حميد؟ مقال ضريبة السلطة. شنو هي ضريبة؟ ضريبة الجاهل، ضريبة النفوذ، تحوس في كرهبة بلندي. ولكن شو خلينا نحب نناقشك فيها سيد يوسف شاي. لا معناتها شوف، السلطة تعطيك بوفوار، تعطيك ساعات معناتها ألوهية، شبه ألوهية، تعطيك أنك تحس روحك سوبرمان وتفقد حريتك. اي الحريه راهو سي كابيتال. لا لا أي الحريه مهم، لا معناها كي تقيس حتى هو حتى الثراء عنده ضريبه، يعني عادي لا كي تقيس الحريه. أي حريه اليوم انا مثلا نتذكر مره معناها نعطيك ان اكزومبل، جيت معناها باش نمشي انا وبنتي ومرتي باش نمشيو معناها كيما الناس الكل في قهوه، معناها جيت باش نخرج معناها بالامن وبالواحد كل شيء، رجعت لداري. لا والله لا انا نقول لك شو راهو اليوم شو الوزراء، شو وزير يعمل تصريح يرقى حياته مسيكة في الفيسبوك وينبروا عليه الناس، يسترو راهو الناس ما عادش نجم. انا نقول لك مش باش ننظموا الحياه السياسيه في تونس، شوف البرلمان شنو وزير يمشي بمساءله يبيك وعليك يا سارق ويسبوه ويهنتلوه كلام معناها كلام، وانا معناها راهو الناس اليوم ما عادش باش ترقى بيت في مستوى معين تخدم الدولة. اي ولكن إذا تكره السلطة علاش مترشح للانتخابات الرئاسية؟ لا لا إذا السلطة لا خايبة للدرجة فيها برشا حاجات خايبة، نحب نصلح البلاد، نحب نصلح ونعرف كيفاش نصلح، أعتقد نعرف خير من غيري اليوم مكامن الخطأ ومكامن شنو اللي عاطل في تونس في التنمية في التشغيل باش نخدموا الشباب اللي عاطل عمل، هذاك علاش مشيت. ممتاز، وصلنا للسؤال اللي حاجتي به، أنت اليوم معاك 25 مترشح آخر. يوسف شاهد اليوم شنية اللي يميزه على 25 مترشح
الاخر فريمون شنو هي اللي يميزه؟ شنو هي اللي يخلي نجم يخلي الناخب يفضل يوسف الشاهد ويقول انا مع يوسف الشاهد بالذات؟ شنو هي الحاجات اللي تميزه؟ انا احمل مشروع حقيقي، مشروع واقعي، بنيته من التجربه نتاعي، بنيته من اللي عانيت فيه هنا في 3 سنين، احمل مشروع ورؤيه لتونس ولكل الجهات، لاني انا كيف مشيت في الجهات ودرت، كيف مشيت للكاف، حكيت لهم على معمل الحديد اللي سكر، حكيت في 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 سوسه، حكيت لهم على بورت النفيذة، نعرف مشاكل البلاد، ونعرف شنو ما خلانيش نقدم، احنا جينا مش مرتين في 3 سنوات، قوانين من قبل، قوانين مكبلة، قوانين قديمة، قانون الصرف اللي عنده 30 سنة ما تبدلش، مثلا اللي مكبل البلاد، قوانين الكل هذي، فاقترحنا مشروع مبني على تجاوز كل هذه العراقيل، فأنا أعتقد اليوم تونس ما حاشتهاش بالأوهام ومعناها المغامرة باش نمشي، راهو السلطة ماهيش معناها معارف عامة ولا ثقافة، كي توعد شيء أشياء، أنا نعرف الدولة شنو إمكانياتها، نعرف بالضبط شنو قادرة وشنو مش قادرة، هذاك علاش في الحملة نتاعنا ما وعدناش احنا وعود معناها خيالية، نحبوا نغيروا الأشياء ولكن زاد التغيير يكون بذكاء، لا كوندويت دو شونجمون يلزم واحد يعرف يقودها، مش معناها الناس غير وبدل واعمل هكاك، عمره ما يصير. واضح. سي يوسف هذا الجزء الأول من حوارنا، قبل ما نواصلوا الحوار نخرجوا فاصل إشهاري ثم نعود. We'll be right back.